مشاهدينا وللحديث أكثر حول الموضوع أسعد باستضافة معنا في البلاتو الدكتور فارس مصدور خبير اقتصادي. سيدي مرحبا بك، شكرا على تلبية الدعوة. إذا التمويل الغير تقليدي هو الحل الوحيد اليوم أمام الحكومة للتجنب التوجه نحو الاستدانة الخارجية والحفاظ على الاقتصاد الوطني اليوم؟ والله سيد أحمد وحية يتكلم عن التمويل الغير التقليدي، ونلجأ إلى أذونات الخزينة العمومية الذي لا يعتبر تمويلا غير تقليديا، إنما هو تمويل تقليدي أصلا، لأن من بين أدوات السياسة النقدية عندنا أذونات الخزينة العمومية الأوبن ماركت، يعني السوق المفتوحة، ولطو دو ريزيرف أوبليغاتوار، يعني الاحتياطي الإجباري. كان يمكن أن نلجأ إلى هذه العناصر الثلاثة بغية التخفيف من اللجوء إلى أذونات الخزينة العمومية. معنى أننا نستغل الاحتياط الإجباري ونستغل فكرة الأوبن ماركت، أدوات السوق المفتوحة، ويمكن في خيار ثالث اللي هو الخيار الأصعب والأخطر اقتصاديا اللي هو أذونات الخزينة العمومية. أذونات الخزينة العمومية يمكن أن تكون ناجعة في اقتصاد منتج، يعني أنت عندما تقدم الخزينة العمومية أذونات الخزينة كضمان للبنك المركزي بغية الحصول على سيولة نقدية لدى بنوكنا الثانوية، هذا يقابله إنتاج مستقبلي. أما ما دام ما عندكش أنت إنتاج مستقبلي، بماذا ستقابل أذونات الخزينة العمومية التي ستصدر؟ معلش، هو قال ستكون أذونات خزينة عمومية بلوكي، يعني مجمدة، لن تستغل استغلالا معينا. وبالتالي أنا أتكلم أنه عن الخيارات التمويلية غير التقليدية، بمعنى كيف يمكننا أن نمتص الكتلة النقدية خارج إطار التداول، وهي كتلة نقدية هامة تصل إلى حدود التصريحات السابقة 30 مليار دولار. وأنا أقول بأنه ليست 30 مليار دولار، إنما هي أكبر بكثير من 30 مليار دولار. أنا يمكن أن نتحدث في اقتصاد كاقتصاد الجزائري الذي لم يحارب السوق الموازية ولم يقم حتى بترسيمها على 50% من الكتلة النقدية التي لا تدخل إلى المجال المصرفي. نعم، شكرا.